شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس 13 من دروس شهر رمضان المبارك، ودرسنا اليوم هو ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أسرع مرور هذا الشهر المبارك، وما أشد انقضاء هذه الأيام. فأمس كنا نبارك بعضنا البعض بدخول شهر رمضان، وها نحن اليوم في ختام العشر الثاني من رمضان. وقد صدق ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف هذا الشهر فقال: أياما معدودات، يعني تعد على الأصابع. وها هي أيام العشر الأواخر قد أقبلت. فهذه الأيام المباركات هي في الحقيقة تاج رمضان، وهي أعظم أيامه ولياليه. فهذه الأيام التي سنقبل عليها كانت إذا دخلت أعلن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حالة الاستنفار بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. لذلك فليلة القدر قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما معنى القدر؟ القدر هو الشرف والرفعة، ويختلف الشرف والرفعة بمقدار من يشرف ومن يرفع. فإذا كان الله هو الذي رفع ليلة القدر، فمعنى هذا أنها رفعة ليس بعدها رفعة. فلقد سميت ليلة القدر ليلة الشرف، ليلة المكانة، ليلة الرفعة. وليلة القدر كونها في رمضان فهذا أمر لا شك فيه، ولكن في أي ليال من رمضان فهذا الذي فيه الكلام. فتأتي السنة لتقول: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي حديث آخر: فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره يعني لم يعد له حاجة إلى النساء، حيث يبقى في المسجد معتكفا، والمعتكف لا يحل له أن يقرب النساء. شد مئزره وأحيا ليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام جزءا من الليل، وكان يندبنا أن ننام من بعد العشاء، ولكن في هذه الليالي العشر كان يحيي الليل صلى الله عليه وسلم ولا ينام منه. لذلك كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهل بيته نساء وأولادا ليشهدوا هذا الخير العميم في هذه الليالي المباركات. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يعني كان صلى الله عليه وسلم في هذا العشر يجتهد بالعبادة ما لا يجتهد فيه في سائر أيام السنة، لأن فيها ليلة هي خير من ليالي العمر، وهي ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بقيامها وأن يشرفنا بهذا الخير، فقد تفضل الله على هذه الأمة المحمدية بهذه الليلة المباركة. وهذا التفضل هو كرامة لسيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا في العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، فهذه كرامة له صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ أمته من العمل يوم القيامة ومن الحسنات ما يؤهلها أن تكون أفضل الأمم وأكثر الأمم درجة. فهذه الليلة التي سنقدم عليها إن شاء الله، والتي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بقيامها، فقد شرفها الله عز وجل على سائر الليالي، ولقد خصها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقد جعلها الله عز وجل مستودعا لتنزل كلامه، فقد أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، ومن هذا البيت بيت العزة نزل القرآن منجما ومفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، فقد قال تعالى في حقها: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أن العبادة في هذه الليلة خير من عبادة 1000 شهر، فالعبادة والقيام والتعبد في هذه الليلة خير من عبادة 83 سنة، يعني عمر رجل معمر. تصوروا أن إنسانا قضى 83 سنة و4 أشهر قضاها في طاعة الله، صياما نهارا وقياما في الليل وصدقات وصلاة وتلاوة للقرآن وذكرا لله سبحانه وتعالى، فقيام هذه الليلة خير وأثقل بالميزان من عبادة هذا الإنسان الذي عبد الله 83 سنة و4 أشهر. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني هذه الليلة هي خير من 30,000 ليلة ومعها 30,000 يوم، فهل يفرط أحدكم بعد هذا بهذه الليلة؟ لذلك قال العلماء أن ركعة في ليلة القدر تعدل 30,000 ركعة في غيرها، وصدقة في ليلة القدر تعدل 30,000 صدقة في غير ليلة القدر، وتسبيحة في ليلة القدر خير من 30,000 تسبيحة فيما سواها من الأيام. وليلة القدر قد خصها الله عز وجل بتنزل الملائكة العظام، ومعهم جبريل عليه السلام ينزلون إلى الأرض فيملؤونها زينة وبهاء ونورا وجلالا. تصوروا بأن ملائكة الله سبحانه وتعالى تنزل إلى الأرض ومعهم جبريل أشرف الملائكة وسيد الملائكة روح الله الأمين، ينزلون إلى الأرض يسلمون على أهل الأرض. قال: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة حتى تضيق بهم الأرض فيصير عددهم في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من عدد الحصى، فهم ينزلون يؤمنون على دعاء المسلمين، فالمسلم يدعو ويقول الملك آمين، ويصافحون المؤمنين حتى يطلع الفجر. سأذكر لكم مناقب هذه الليلة لنتشجع فيها على قيامها وعدم التفريط بها، فقد خص الله هذه الليلة فقال: إنا أنزلناهم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى هذا الكلام؟ قال المفسرون بأن الله عز وجل في هذه الليلة يفصل أقدار الخلائق من اللوح المحفوظ، وتعلمون أن اللوح المحفوظ هو عالم الغيب، فيه أقدار العباد أقدار الخلائق، فقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيه أقدار العباد كلها. ففي هذه الليلة يأمر الله عز وجل بأن تنفصل أقدار الخلائق من اللوح المحفوظ لتكتب في صحف الملائكة الذين
يؤمرون بتنفيذ هذه الأقدار خلال هذه السنة، يعني في هذه الليلة تنزل أقدار العباد تنفصل من اللوح المحفوظ لتثبت في صحف الملائكة وتنفذ في هذه السنة. لذلك ورد أن الملك يعجب أن شخصا يمشي على الأرض واسمه مدون عنده في الصحف بأنه يموت بعد ساعات أو أيام أو أشهر خلال هذه السنة. لذلك في هذه الليلة تتنزل أقدار العباد، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بثوابها وعظيم فضلها، واحتسابا أي طلبا من الله لهذا الثواب وهذا الأجر. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتوجد رواية اسمعوها جيدا، صححها جمع من العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: فمن قامها ابتغاءها، أي طلبا متحريها، فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له، أي وفق لقيامها، غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك ليس لله عز وجل ليلة أعظم من هذه الليلة، وليس على الله أكرم منها. لذلك من أجل هذه الليلة المباركة كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا العشر المبارك من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي السنة التي انتقل بها اعتكف 20 يوما، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في أول العشر الأخير من رمضان علينا أن نتحرى ليلة القدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم خفف علينا فقال صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني 5 ليال، يعني نلتمسها في الليلة 21، 23، 25، 27، 29. لذلك تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وآكدها ليلة 27. وعند الإمام مالك قال: جميع ليالي العشر ليس بعض بآكد من بعض. وعند الإمام الشافعي قال: آكدها 21، وقيل إنها ليلة 19. قال أبو بردة الأسلمي: هي ليلة 23. وقال أبو ذر والحسن: هي ليلة 25. وروى بلال أنها ليلة 24، وقال ابن عباس إنها ليلة 27. وقال ابن عباس لعمر ابن الخطاب: إني نظرت في الأفراد فلم أرى فيها أحرى من 7. فقال: السماوات 7، والأراضين 7، والليالي 7، والأفلاك 7، والنجوم 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، والطواف بالبيت 7، ورمي الجمار 7، وخلق الإنسان من 7، ورزقه من 7، وشق في وجهه 7، وهم العينان وفتحتا الأنف والأذنان والفم، والخواتيم 7، والحمد 7 آيات، وقراءة القرآن على 7 أحرف، و7 المثاني، وأصحاب الكهف 7، وأهلك عاد بالريح في 7 ليال، ومكث يوسف في السجن 7 سنين، والبقرات 7، والسنون الجدباء 7، والسنون الخصبة 7، والصلوات 15 ركعة، الفرائض فقط دون الوتر. وقال تعالى: و7 إذا رجعتم. وحرم من النساء النسب 7، أخت زوجته وخالتها وعمتها وبنت أختها وبنت أخيها وبنت خالتها من الرضاعة وبنت عمتها من الرضاعة. وجعل رسول الله طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب.
وعدد حروف سورة القدر إلى قوله سلام هي 27 حرفا. ومكث أيوب على بلائه 7 سنين. وقالت سيدتنا عائشة: تزوجني رسول الله وأنا بنت 7 سنين، وأقسم الله عز وجل ب7 والشمس وضحاها إلى قوله وما سواها. فإن ثبت أن أكثر الأشياء 7 فقد نبه الله عز وجل عباده على أن ليلة القدر 27 بقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فعلمنا بذلك أنها ليلة 27. وإذا قال قائل: لما لم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقينا كما أطلعهم على ليلة الجمعة وبينها لهم؟ قيل: لكي لا يتكلوا على عملهم فيها، فيقول: قد عملنا في ليلة خير من 1000 شهر، فقد غفر الله لنا وحصل لنا عنده درجات وجنات، فلا يعملون عملا ويطمئنوا فيغلب عليهم الرجاء فيهلكوا، كما لم يطلعهم على فناء آجالهم، لكي لا يقول من كان عمره طويلا: سأتبع الشهوات واللذات والتنعيم في الدنيا، فإذا قارب فناء أجلي ثبت واشتغلت بعبادة ربي فأموت تائبا. لذلك غيب الله آجالهم ليكونوا دائما على حذر من الموت، فيحسن العمل ويداوم على التوبة وإصلاح العمل. وقيل إن الله تعالى أخفى 5 أشياء في 5: الأول أخفى رضاء الله في الطاعات، والثاني أخفى غضبه في المعاصي، والثالث أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات، والرابع أخفى وليه من خلقه، والخامس أخفى ليلة القدر في شهر رمضان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا نبي الله، أنا شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسابعة، لأنها أقرب الليالي وآكدها لليلة القدر. إن الله تعالى أعطى سيدنا محمداً 5 ليال: الأولى ليلة المعجزة والقدرة، وهي انشقاق القمر، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان انفلاق البحر لسيدنا موسى بضرب العصا، والانشقاق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإشارة إصبع المصطفى. والثانية ليلة الإجابة والدعوة، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والثالثة ليلة الحكم والقضية، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والرابعة ليلة الدنو والقربة، وهي الإسراء والمعراج، حيث قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والخامسة ليلة السلام والتحية، وهي ليلة القدر، حيث قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقيل إن الملائكة تسلم فيها على أهل الطاعات ولا تسلم على أهل العصيان، فمنهم الظلمة ليس لهم نصيبا من سلام الملائكة، وآكل الربا، وقاطع الرحم، والنمام، وآكل أموال اليتامى، فهؤلاء ليس لهم نصيب من سلام الملائكة. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ يمضي شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ولا يكون لذلك حظ من سلام الملائكة؟ فهل كل ذلك إلا لبعد الناس عن الرحمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لذلك علينا أن ندعو ونقول: السلام عليك يا شهر الصيام، السلام عليك يا شهر القيام، السلام عليك يا شهر الإيمان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر الأنوار، السلام عليك يا شهر المغفرة والغفران، السلام عليك يا شهر الدرجات والنجاة من الدركات، السلام عليك يا شهر التائبين العابدين،
السلام عليك يا شهر العارفين، السلام عليك يا شهر المجتهدين، السلام عليك يا شهر الأمان، كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسا، السلام على القناديل والمصابيح الزاهرة والعيون الساهرة والدموع الهاطلة والأنفاس الصاعدة من القلوب المحترقة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وبدلت سيئاته بحسناته وأدخلته برحمتك في جناتك ورفعت درجاته يا أرحم الراحمين. لذلك في هذه الليالي الخمس ينبغي ألا نضيع الوقت، ينبغي أن نفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ونجتهد ونستغفر ونستنفر ونصلي ونسبح إلى آخره، ونحرص على صلاة التسابيح ونكثر الدعاء، فإن الدعاء في ليلة القدر لا يورد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لذلك علينا أن نكثر من الدعاء، لأن الدعاء في هذه الليلة قدم على غيره من الأعمال، فالدعاء في ليلة القدر لا يورد. وأنا أدعوكم أن تجعلوا عامكم القادم عام خير وبركة، لأنه في هذه الليلة تتنزل أقدار العباد، والله قادر على أن يمحو شقاوتنا إن كنا أشقياء وأن يبدلها سعادة. فعلينا أن نسأل الله تعالى في هذه الليلة من هذا الخير، وأن نستعيذه من جميع الشرور. وعلينا أن نكثر في هذه الليلة من قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة بأن تكثر من هذا الدعاء في ليلة القدر، فقال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلينا أن نكثر في هذه الليلة من الاستغفار مع حضور القلب مع الله، وعلينا أن نكثر من الجلالة وهي لفظ الجلالة، وعلينا أن نكثر في هذه الليلة أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حاولوا أن لا تضيعوا ليالي هذه العشر، إياكم أن تضيعوها بشيء من الملهيات. والله ما أنا لكم إلا ناصحة، اجعلوا هذه الليالي من آذان المغرب إلى الفجر اجعلوها لله، لعل الله أن يوفقنا وإياكم إلى قيام ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبهذا نحيي هذه الليالي، وما استطعنا أن نفعل من أعمال بر فلنفعل، فنسأل الله أن يجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن يوجد أمران لا بد منهما قبل بدء إحياء ليلة القدر، وهو أن الله عز وجل يغفر ويرحم ويتجاوز، ولكن يوجد هناك نوعان من الناس هم بحاجة إلى أن يراجعوا حساباتهم حتى يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعفو. فالأمر الأول وهو الذي بينه وبين أخيه شحناء، فهذان الاثنان الله عز وجل لا يغفر لهما، وهذان الاثنان لا تفتح لهما أبواب الجنة. فإذا كان في المواسم العادية التي قال صلى الله عليه وسلم فيها تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ومعنى شحناء يعني قلوبهم مشحونة بالبغضاء، يكرهون بعضهم البعض ولا يحبون بعضهم البعض ولا يتمنون الخير لبعضهم البعض. لذلك فهذه الشحناء والبغضاء والتصارع والتقاطع لا يقبل عند الله، ولا يرفع لهم لا صلاة ولا عمل صالح. ولكن إذا أراد الإنسان مغفرة الله
فعليه أن يسامح حتى يصفح الله عنه. لذلك أنصحكم بأن تجعلوا قلوبكم دائما بعيدة عن الشحناء، فهذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، علينا قبل ليلة القدر أن نتوب توبة نصوحة إلى الله. فكل إنسان كان تاركا للواجبات، أو سواء كان واقعا في المحرمات لا سمح الله أو ذنوب، فعليه قبل ليلة القدر أن يتوب من هذه المعاصي كلها، وأن يعاهد الله على أن لا يعود إليها ثانية. ولكن إن لم يتب قبل هذه الليلة فلن يصفح الله عنه، لأن الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليه أن يتوب ويندم ندما شديدا على ما فاته من الخير، وعليه أن يعزم عزيمة صادقة أمام الله على أن لا يعود لهذه المعاصي مرة أخرى. لذلك فهذا الأمر يحتاج إلى توبة نصوحة صادقة حتى يجعله الله من المقبولين عنده. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وأخوان متصارمان. يعني هذان الاثنان ما دام هناك تقاطع فلا ترفع لهم الصلاة. فإذا كانت الصلاة التي هي أهم أعمالنا لا ترفع، فلن يرفع شيء بعدها، فعليهم أن يصطلحوا حتى ترفع الأعمال كلها إلى الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.